سيد الرجال الممجد يا بحر الكمال والجمال يا محمد صلى رب الكون وسلم عليك يا محمد يا نعم المهيئ سيد الرجال الممجد يا بحر الكمال والجمال يا محمد صلى رب الكون وسلم عليك يا في العمر فرصة وفرصة العمر قد لا تتكرر نبقى الآن مع اللحظة المنتظرة والمفاجأة المنتظرة مع بشرى البشريات من آثار سيد أهل الأرض والسماوات فمتعوا الأبصار واحبسوا الأنفاس وانظروا من بعيد وأنتم في أماكنكم كحلوا العيون والنواظر فأنتم أمامها أنتم بحضرتها تحفها كوكبة نيرة من المشايخ الكرام إنكم أمام آثار خير من وطئ الثرى ورقي الذرى آثار خير خلق الله محمد بأبي أنت وأمي يا رسول الله بأبي أنت وأمي يا حبيب الله ونبدأ مع الأثر الشريف الأول قطعة قماش نادرة مسحت بقبر المصطفى الأزهر صلى الله عليه وسلم أحباب محمد من لي بطيب من لي بمسك من تراب ضريحه يروي غليلا في الفؤاد تسعرا اثمد العيون وكحل النواظر تراب مبارك من جدار قبر الحبيب محمد قبور الأولياء رياض من رياض الجنة فكيف بقبور الأنبياء فكيف بقبر سيد الأنبياء محمد يا أحباب محمد أنتم الآن أمام درة نفيسة قطعة نفيسة من جدار قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أثر الشوق في أحشائنا فقلوبنا من شوقها جمرات يا أحباب رسول الله جوهرة فريدة وجزء نفيس ثمين من جدار قبر الحبيب ولكن يا أحبابنا إنه جزء إنها درة من الجدار الداخلي لقبر رسول الله محمد والكعبة الغراء والكعبة الغراء لاح ستارها وبقبر طه بالجمال تصدرا قطعة من ستار البيت العتيق الأنور وضعت على قبر المصطفى الأزهر صلى الله عليه وسلم يبكي يئن يحن يعلن شوقه يبكي يئن يحن يعلن شوقه جذع بكى أبكى فهام فحيرا إنه الحدث يا أحباب
رسول الله أنتم أمام قطعة مباركة من ذلك الجذع اليبيس الذي بكى لفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأبي أنت، لأبي أنت وأمي يا رسول الله. نعل، نعل تشرفت الملوك، نعل تشرفت الملوك بلثمه وبلثمه مهج تباع وتشترى. حبيبي يا رسول الله، يا أحباب رسول الله، مع أربع قطع مباركة من نعل أشرف من وطي الثرى ورقي الذرى وعلى السماوات العلا من نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا نعم سيد الرجال، ماذا أقول؟ ماذا أقول وذا قميص محمد كحل عيونك واغتنم ما قد ترى، فأدر لحاظك في قميص محمد، أفدي قميصا بالرسول تعطرا. قطعة نادرة من قميص، من القميص الذي مس جسد رسول الله، هي شعرة المختار، هي شعرة المختار فاحت بالشذا، فلها ربيع في العوالم أزهرا. هي شعرة الحب، هي شعرة الحب الرسول محمد، منها صباح للمحاسن أكبرا. يا أحباب محمد، كنتم مع آثار جاورت قبره ولامست جسده، وأنتم الآن أمام أثر مباشر منه، معطر عاطر، زاهر وباهر باهر، شعرتان شريفتان من شعر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. علي يا محمد يا نعم المهيب سيد الرجال المهيب، وبنابل الإنشاد، وبنابل الإنشاد صداحة، ولسان الحال قائل زدني بفرط الحب فيك تحيرا، وارحم حشن بلظى هواك تسعرا، فادر لحاظك في محاسن وجهه، وانظر جميع الحسن فيه مصورا، لو أن كل الحسن يكمن صورة ورآه كان مهللا ومكبرا. الكمال والجمال يا محمد، يا رب الكون وسلم عليك.